فهذا السؤال بيقول حدد في كل مما يأتي ما إذا كان المثلثان متشابهين أم لا، وإذا كان كذلك فاكتب عبارة التشابه ووضح إجابته. نشوف المثلثين، إيش المعطى عندي؟ عندي أطوال الأضلاع، وما عندي أي معلومات عن الزوايا. صار ما قدامي إلا أستخدم نظرية SSS، يعني كل الأضلاع المتناظرة لازم تكون متناسبة. طيب نبدأ بالضلع MP، حيقابله أي ضلع في المثلث الثاني؟ هنا ممكن تتلخبط، حيقابله الضلع JL ولا LK؟ زي ما عملنا في المثال، الضلع الأطول لازم يقابل الضلع الأطول، والضلع الأقصر حيقابل الضلع الأقصر. هنا الضلع MP هو الضلع الأقصر، حيقابل الضلع الأقصر في المثلث الثاني اللي هو LK. صار النسبة حقتنا حتكون طول MP على طول LK، ونعوض، حيصير عندي 6/8، نقسم البسط والمقام على 2، وصارت النسبة 3/4. طب نشوف الضلع الثاني MQ، حيقابل الضلع JL، النسبة حتكون طول MQ على طول JL، يعني 9/12، نقسم على 3 وصارت النسبة 3/4، النسبة مساوية للنسبة الأولى. يعني في أمل إن المثلثان يكونوا متشابهين، بس لازم نجيب نسبة الضلع الثالث. النسبة حتكون طول PQ على طول JK، يعني 12/16. نبسط، نقسم البسط والمقام على 4، وصارت النسبة 3/4، مساوية للنسبة بين باقي الأضلاع. صار جميع الأضلاع المتناظرة متناسبة، يعني المثلثين متشابهين، ونكتب عبارة التشابه، المثلث MPQ يشابه المثلث LKJ حسب نظرية SSS. طب نشوف المثلثين اللي بعد كده. على طول تلاحظ انه عندنا زاويتين متقابلتين بالرأس، يعني الزاويتين متطابقتين. طيب صار يا اما اجيب زاوية ثانية استخدم مسلمة AA، او اجيب انه ضلعين الزاوية متناسبين. هنا ما عندي معلومات عن اي زاوية ثانية، صار ما باقي عندي الا الاضلاع. طب نشوف نسبة الاضلاع. عند الضلع الاول WY، ايش الضلع المقابل له في المثلث الثاني؟ WZ او WT؟ الضلع المقابل له حيكون WT، لأننا قلنا الضلع الأقصر يقابل الضلع الأقصر. هنا عندنا WY هو الأقصر في هذا المثلث، صار لازم حيقابل الضلع الأقصر في المثلث الآخر اللي هو WT. صار نكتب نسبتنا طول WY على طول WT، نعوض، صارت 20/10، يعني 2. طب نشوف ضلع الزاوية الثاني، الضلع WX حيقابل الضلع WZ، صار النسبة طول WX على طول WZ، يعني 22/11، نقسم البسط والمقام على 11، والنسبة صارت 2. يعني عندي زاوية متطابقة وضلعين الزاوية طولهم متناسب، صار المثلث WXY يشابه المثلث WZT حسب نظرية SAS.